من مهرجان ضيافة يسعدني اليوم ألتقي بالبلوجر كارين وازن. طبعا هي مو بس بلوجر، لا اليوم هي ما شاء الله عليها صارت ممثلة موجودة في السوشيال ميديا. مساء الخير. هاي كيفك؟ كيفك انت؟ منيحة؟ منيحة كثير، مبسوطة اكون هون. اشتقنا هول الايفنت صراحة. دورتين سابقتين ما شفتك هون، اشوفك في اللقاءات اقول هي متى مرت من قدامي ما شفتها. يوم مسكتك شفتي لحقتك لبرا، شوفوا حتى احنا اللوكيشن مالنا وين وراها. هيدا الفستان ما فيك تقفيه. حبيبي مين؟ فالنتينو. فالنتينو، طيب خبرينا اليوم عن تواجدك في ضيافة. هيدي ثالث سنة I participate في ضيافة، وشي بيعني لي كتير يعني بعالم العربي نشوف هالقد فن وتالنت موجودين مع بعض، ودايما الجو بيكون حلو، العالم مبسوطة، المحل دايما glamorous وهيك فخم، ويكونوا عم بيعبروا ويفرجوا الفن العربي. هذا الشيء كتير بيعني لي، وانا رح كون اليوم عم بعطي اوورد لشخص كتير بحبه. جميل جميل، ما رح خبرك من الاوورد. كارين انت شخصيا اجمل بكثير من السوشيال ميديا والفيديوهات بالامانه والله. ثانك يو. بخاف العالم تقول العكس. خلينا نسال سؤال، المتابعين دائما ما بيعرفوا شوفي خلفيه الانسان، مش الشخص اللي بيطلع بالسوشيال ميديا، خلفيه انسانيته لاي مدى ممكن هالشيء ياثر على كارين. يعني أنا بجرب قد ما بقدر أعطي الصورة الأكثر شيء بتشبهني، بس بالآخر أنا شغلة تعلمتها، لأن أنا شخص سنسيتيف. كيف بيقولوا سنسيتيف؟ حساس. حساس. سو بالأول كنت أزعل إذا حدا ما يحبني، بعدين أمي عادتني. مصطفى الأغا ورانا صار. دخل الكادر. أمي قالت لي إنه حتى يعني أهم شخص بالعالم، في عالم بتحبه وعالم ما بتحبه، الشخص كمان اللي بيعمل بس خير في عالم بتحبه عالم ما بتحبه. سو ما فيك ما في اتقبل انه كل العالم تحبني، انا رح فرج الصوره يلي اكثر شيء بتشبهني، ويلي بيحبوني انا بحبهم بعد اكثر، ويلي لا يعني ان شاء الله يتعرفوا علي ومثلهم ويغيروا رايهم. اكيد. كارين يمكن بعض التعليقات كانت اللي كانت تزعجك منها، مثلا انه استغلال الاولاد عشان انت فاهمه التعليقات الكثيره اللي كانت تجي وانتقادات، لاي مدى اثرت فيكي وشو كيف حليتيها الموضوع؟ ما حل انه حليت الموضوع ما انحل، بس انا اشتغلت على لليوم. حالي لليوم. اكيد لا انه بعد الانتقادات لليوم. كيف تعملي مع خلص صرت يعني بسمع بفوت من هون وبيطلع من هون، لانه انا بالاخر بعرف انا كيف انا كأم، وبعرف انا الانتنشنز تبعولي ورا كل شيء، وبعرف انا انه كل شيء عم ببنيه هو عم ببنيه كرمال اولادي. اولادي هن اكبر جزء من حياتي، واذا انا ما رح فرجي اولادي على السوشيال ميديا بفضل سكر الاكونت، لانه انا ماني شخص موديل عم فرجي بس انا شو عم بلبس وشو عم باكل وين عم بروح، انا عم فرجي انا عم فرجي حياتي كلها. كتاب مفتوح يعني. كتاب مفتوح. طب بعدين ممكن يزعلوا يقولوا انه ليش انتم بتخرجونا كل حياتكم بعدين احنا ننتقدكم؟ مين يزعل؟ مين معقول يزعل؟ الجمهور. إيه؟ انتوا ما انا ما بزعل اذا بينتقدوني، تقبلت هيدا الشيء. انا لما انا كنت ازعل مش على الانتقادات، انا كنت ازعل لما العالم بتقرر شيء من عندها، عرفت؟ انه اذا هن they assume، يعني كيف بدي اقول they assume؟ يعني بيقرروا شيء من راسهم انه انا هيك، وهن ما بيعرفوني، عرفت؟ انه let's say قصص ما يكونوا حقيقيين او هول القصص، بس حتى هول بطل يعني خلص تعودت على هيدا الشيء، وعندي صراحه حب اكثر بكثير 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 من من لا عندي حب يجيني من متابعيني اكبر بكثير من ال نيجاتيف يعني. اوكي، وانت عندك تسامح بعد للمتابعين. اكيد عندي تسامح، انا بحبهم، بحب كل العالم. نحن بنحبك حبيبي. لا بس انا بمزح معك، انا ممكن انتقد بس مستحيل انا شخص ما احبه. هي كلمه الكره، هي كلمه سيئه، كلمه مش حلوه اصلا. تعتقد لو كان فيها الكره يعني انا جيت لعندك. رحتي انا مبسوطه انه جيت لعندك. طيب لبنان ما بدك تبكيني اليوم هلا بدي. لبنان هلا جيت من لبنان وصعبة. بدي أقول للبنانية إنه نحن كل اللبنانية اللي عايشين برا، لو بركي أنتوا بتشوفوا إنه عم بيعيشوا حياة طبيعية وحياة منيحة، قلبنا مع كل شخص لبناني. أنا عائلتي كلها بعدها بلبنان، قلبي هونيك، حياتي كلها هونيك، والله يقويكم ونحن حدكم. وأنا متأكدة إنه ما رح يخلص لبنان هيك، رح نرجع ونرجع نسمع صوتنا
البوزيتيف الحلو وسمعتنا اللي نحن بتشبهنا إلنا. أنت كمؤثرة اليوم اجتماعية، كل الناس تتابعك وتحبك، أنت تعرفين اليوم أنت عندك سلطة على فكرة، أنت عارفة هذا الشيء. ما بحب شوف سلطة، بحس سلطة بتستغل الناس، أنا ما بشوف إنه أنا بستغل الناس، أنا بحس عندي فايدة. أنا عندي عالم بتحبني وبحب أعطيهم أحسن مثل معقول أعطيهم. بس يعني أنت ضد المشاهير اللي بتدخلوا بالسياسة؟ لا، إذا بيفهموا بالسياسة يدخلوا، بس أنا لأنه ما بفهم سو ما بتدخل. يا سلام، دبلوماسية أنت على فكرة، أنت أكثر وحدة سياسية. المهم 20 أيوة 2022 إيه؟ أمنياتك؟ أكيد لبنان يرجع على إجري، الحياة ترجع طبيعية عن جد 100%، أولادي يكونوا مبسوطين معه، أنا مدي وقت حلو معه إن شاء الله. شكرا كريم. Thank you.